صوت اليوم حاسة حالي رح طير من الفرح. مرام إذا ضليتي عم تترقوصي هيك رح يفكوا القطب والإبرة رح تشك فيكي، لو سمحتي اهدي شوي. أنا كتير مبسوطة بصراحة، يعني ما بتتخيلي شو صاير معي. حبيبي مراد سمع لحياته هي عم تعيط علي مثل المجنونة، وعرف قديش هي قليلة أدب وبنت شرشوحة. مو معقول حياة تكون من النوع اللي بعيط بنوم. إيه هلأ أنا ساعدتها شوي وتهجمنا على بعض. شوفي شو ساويت، مسحت فيها الأرض وقلت لها بعدي عن مراد لأنه إلي. إيه كانت رح تجن من كلامي يا حرام. بعدين شفت مراد جاية وهي ما كانت منتبهة، عرفتي علي؟ وخليته يشوفها كيف عم تحكي، وعملت حالي مسكينة، خليته تبهدلني وأنا ما حكيت ولا كلمة. ومراد أول ما شافها عصب عليه ولد عيا مكتبي. ولهيك مواسعتك الدنيا من الفرحة يعني؟ أنت هازية وموتورة، شو بدك قلك؟ أنت بتعرفي مصلحتك أكيد، وقت بيكون الشي بخص مراد بساوي حرب. أحسنتي، برافو. ومشان حضرتك البنت تركت الشغل. وأنا عم قول لحالي حياة ليش مزعوجة كل هالقد؟ كيف؟ إيه لا حياة تركت الشغل بالشركة؟ هي أحلى خبرية، يا هيك الخبريات يا بلا. شكراً يا روحي.